ازيكم يا جدعان؟ انا اشتريت تعبان جديد بعد انقطاع فتره طويله جدا عن تربيه التعابين بشكل عام. بقى لي فتره ما بربيش تعابين، قول مثلا ادي سنه ما ربيتش تعبان. اخترت النهارده جبت تعبان، وكان اختياري على الساند بور او بور الرمال المصري. تعبان اجمل تعبان مصري بلا منازع، تعبان جميل، الوانه حلوه وخلابه، اللون البني مد على اللون الاصفر كده وانسيابي بشكل رهيب. دي التعبان الساند بو يا جدعان. بس انتوا ايه رايكم؟ تعبان جميل جدا، يعتبر من اجمل التعابين المصريه، اجمل تعبان ممكن تربيه. بس في مشكله واحده، بس مشكله الاكل، انه بيجي عند الناس كلها ما بياكلش، ما بيرضاش ياكل عند حد. طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ الحل الوحيد يا صاحبي ان انت هتوفر له البيئه المناسبه بس بتاعته علشان يعرف. انت كده بتحطه في بيته علشان تديله بيت حلو عشان يعرف يعيش، عشان يعرف ياكل. فهمتني؟ النهارده انا جبت التعبان دوت وهنهتم بيه مع بعض ونشوف اول حاجه هنعملها ايه، وهي اكيد حوض التربيه. يلا نشوف يا صاحبي. اول حاجه هنعملها يا جدعان اكيد هنشيل الخرد اللي على المكتب دي كلها لانها ملهاش لازمه. ايه يا عم، في حد بيحط ميزان على المكتب؟ في حد ايه؟ طيب حتى يعني كرست الافكار بتترمي كده على المكتب يا عم؟ خلصانه، نشيل الحاجات دي كلها على المكتب ونحط بعد كده الحوض اللي انا جبته. وفي حاجه نسيت اعتذر لكم عن المقطع اللي فات لانه الصوت كان واطي والمونتاج كان وحش، انا اسف يا جدعان. يلا بقى نبدا نشيل القرف ده كله. تمام كده يا جدعان، كده خلصنا تنظيف تايم اهو، شلت دوت، شلت كل حاجه. الميزان طبعا ممكن نخليه كده، بس اهم حاجه دلوقتي عندنا الحوض. طب الحوض بتاعك فين يا عم الحاج؟ الحوض اهو يا جدعان، ده الحوض. حلو، حلو جدا، مناسب. خلينا بس نتعرف عليها مع بعض. اهو يا جدعان الحوض، حطيته. الحوض شكله جميل، شكله حلو، بس كده يعتبر مكملش. واحنا هنحط التعبان، يعني احنا هنحط التعبان كده وخلاص. طبعا الحوض كان متقسم كده 3 اجزاء. تمام، انا شلت الجزء دوت، بس مش محتاج يعني اشيل السيليكون دوت، مش محتاج اشيل السيليكون اللي هنا دوت. يعني هو بيتشال، شايف بيتشال ازاي؟ بس مش مشكله، يعني خلينا نشوف هنعمل ايه. الحته ديت ممكن نحط فيها حاجه اصغر، بس الحجم دوت مناسب جدا لو انت هتربي ساند بو. شوف، مناسب جدا بقول لك. خلينا بقى نشوف هنفرش ايه هنا. طبعا يا جدعان اختياري كالعاده هيبقى التبن، بحس كده ان التبن بيحتوي الحيوان كده من جوه. طبعا لو انت انسان طبيعي هتختار طبعا الرمل، لانه طبعا كائن صحراوي لو انت انسان طبيعي يعني وكده. انما انا لا، مش حابب الرمل. وانت هتعرف كويس لو انت ربيت قبل كده، هتعرف ان الرمل مثلا لو اللمبه فصلت او لو الحراره فصلت هيجيب شويه سقعه بنت لذين للحيوان. فانا مش حابب الرمل خالص وهزود تبن. ممكن احط رمل، يعني ممكن ابقى اعمل كده مثلا واحط نص رمل ونص تبن، بس بحس ان التبن كده بيحتوي الكائن كده من جوه، فاهمني؟ يبقى هنحط التبن كله كده كده. قشطه كده. بقى نيجي بقى للديكور. تاني حاجه هنزين الحوض ده ازاي؟ هنخليه شكله حلو ازاي يا عم الحاج؟ تعالى يا صاحبي هوريك دلوقتي. اول حاجه معايا يا جدعان خشب متحجر، اسمه كده خشب متحجر، كنت جايبها من محميه وادي دجله. دي خشبه، شكلها خشبه صح؟ انت تقول، انت تبص عليها تقول شكلها خشبه صح، بس هي في الحقيقه صخر. تبقى احفوره، تبقى حفريه، حفرية صخرة، فاهمني؟ المهم يعني شكل خشبة بس هي صخرة. تمام، آثار بلدك يا معلم، وتحطها في جنب الحوض كده عشان ايه؟ عشان طبعا يبقى عندك انتباه لبلدك وكده، فاهم؟ ده مثلا ممكن تيجي مش في النص مثلا، ممكن تيجي كده كده. مية مية، عايزين نجيب ايه تاني؟ خلينا يا جدعان نقطع الديكور شوية ونتكلم عن التعبان اللي معانا النهارده. التعبان اللي معانا دوت اصلا ايه؟ انت بتقول ساند بو الرمال، ايه التعبان دوت يا صاحبي؟ التعبان دوت تعبان بيعيش في الصحراء، يعني بيتقال عليه الساند بو، ساند الرمل، فاهمني؟ فهو هو بيحب يدفن نفسه في الرمل.
فهمتني؟ كان بيدفن نفسه ازاي زي ما انت شايف كده، ده من التعابين اللي بتحب تدفن نفسها في الرمل، من انواع البوات العصيرة، البوات اللي هي قرايب البوا كونستريكتور والبوات التانية يعني بتعتمد على العصر. شايفين الوانها يا جدعان؟ شايفين عاملة ازاي اصلا؟ حلوة. التعبان دوت بياكل قوارض، بياكل فئران، بياكل سحالي. ايوه بياكل فئران وبياكل سحالي عادي، ما تستغربش يا صاحبي. طبعا بياكل على قد حجمه، كل حاجة ولها طاقة. طبعا انا تعبان جميل جدا، تعبان جميل، بس ما يصلحش للمبتدئين عشان حوار الاكل دي بس. والافتكاسية عندك يا باخد ليه بقى؟ والافتكاسية ده تراب زراعي من عادي، التراب اللي بيزرعوا بيه، تمام. ودي فلالين صغيرة، هنعمل بيها ايه؟ انا عايز اعمل بيها مخبأ، بحيث ان انا اعمل دي الطين وانفخ البالونة، البالونة هتاخد حجم، تعمل دي كلها، واول ما الطين ينشف يبقى معانا احلى مغبى، احلى مغبى. هي افتكاسية بس يا رب تنجح. يلا خلينا بقى نجرب على ديت كده، يا رب يكون في حد فيكم فاهمني، لان لو ما حدش فاهم انا هقتل نفسي. ده طين، تمام. دي البالون، عايز اعمل بقى كده، ادخل دي كده، كمان واحدة، نجرب لحد ما تتظبط خالص، تمام. شكل اللي انا عايزه بالظبط يا جدعان، هفضل ضاغط انا بقى على البالونة كده لحد ما البتاع ده ينشف ونرجع لكم. طبعا هي كانت يعني مجرد فكرة، مجرد فكرة، تمام. ويعني باظت الفكرة، بايظة اصلا يعني، فاهم؟ طلع كلها عاملة بعضها فده هي بقى الفكرة. يلا السلام. بس كده هنحط بقى صاحبة البيت هنا اهي، بس برش معل، بس معل براحت اهي. المهم يا جدعان بقى، انا كان قصدي ايه؟ في تكاية كده للمحترفين. بس يا جدعان انا بس كنت هقول لكم على تكاية كده يا صاحبي للمختلفين بس اللي بيعملوها في تربية الساند بول، وهي اللي هتخليها تاكل بنسبة 100% مثلا. والطريقة دي يا صاحبي ان هي انت بتعمل، بتدفي الحوض كله الصبح شمس او باللمبة كله دفى. عموما التعابين ما بتحتاجش الشمس زي السحال، السحال الشمس ديت حاجة اساسية ليهم، ولكن التعابين عادي ممكن ما تشوفش الشمس بالاسابيع، تمام كده. ممكن هتدفي الحوض كله، كل الحوض هدفيه، تمام. ونيجي بالليل، لانها اصلا كائن ليلي بيصطاد بالليل، بيطلع بيعمل كمان لفرايسه بس بالليل. هندفي الحوض كله الصبح، طبعا لمبة ايدة هو مش هياكل، واللمبة ايدة مش هياكل وفي نور، تمام. اول ما الليل يجي هنطفي اللمبه، الحوض كله هيبقى دافي، وهيبقى بالليل طبعا مفيش نور ومفيش اي حاجه، هنقوم حاطين الفريسه، فار، سحليه، اي حاجه انت نفسك فيها، اي حاجه انت نفسك التعبان بتاعك ياكلها حطها له. بس كده يا صاحبي تلاقي كلها، تصحى الصبح هتلاقي الفريسه دي مش موجوده. دي تكايه المحترفين هم بس اللي بيعملوها في تربيه الساند بول بالذات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس زرار اللايك، ولو انت جديد هنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان تشوف كل جديد عن الحيوانات. احنا بنقدم كل اسبوع هنا فيديو للحيوانات، حاجه زي فلوج على فيديو تعليمي كده. اتمنى الفيديوهات دي تكون عجباكم يا جدعان، ما تنساش. هم بس 15 واحد بنطلع 700 مشترك. يلا بحبكم فشخ فشخ فشخ. يلا السلام عليكم.